هنتابع صباح اليوم عبر الجديد من 30 سنة كان معه بشكل نوستالجيا التلفزيون بالنسبة لجيلنا، كونه من المؤسسين بمجال الأخبار ومن الرواد اللي حققوا نجاحات كبيرة كصانع خبر، كمذيع أخبار وكمحاور متمرس. بسام أبو زيد يعني بيكفي تسمع صوته لتتذكر مسيرة إعلامية كبيرة، قرر اليوم ينهيها مع الـ LBC وينتقل إلى قناة الحدث العربية. شو الأسباب وراء قراره؟ خليني رحب ببسام أبو زيد عبر سكايب من داخل استوديوهات الـ LBC إلى استوديوهات الجديد. صباح الخير بسام. صباح النور لك ولكل المشاهدين. اهلا وسهلا فيك بسام. انت يعني بتشكل النوستالجيا تبعي، وانا قلت لك هيدا الشيء على الهواء. قد ايه يعني قلت لك على قد ما انبسطت على قد ما زعلت، بتفهم زعلنا اكيد مبسوطين لك، بس بنفس الوقت في شيء هيك زعلنا، بتفهم زعلنا؟ يعني اكيد اول شيء انا بدي وجه تحية لكل المشاهدين ولكل الناس اللي كانوا يتابعوني وبعدوا عم يتابعوني. نعم. باعتبار انه يعني هن اللي كانوا السند، وهن اللي كانوا المشجع، وهن اللي كانوا موجودين دائما يتابعوا انه بسام ابو زيد شو عم يعمل، وهن اللي حسيت عن جد قد ايه انه في عندهم محبه وقد ايه في عندهم تقدير وقد ايه في عندهم عاطفه. يعني بس اخذت هيدا القرار من خلال التعاطف اللي شفته معهم، كان منهم يعني كان بالاتصالات ان كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فيعني الشكر الاول لهم، بدي اشكرهم لهالناس لهالمواطنين. بسام نعم بسام اكيد هيدا مش اول عرض لك طبعا، يعني انت اليوم 30 سنه عبر الـ LBC وانت من اشطر الناس، يعني نحن تاثرنا فيك، نحن يمكن وعينا على المراسل على صانع الخبر الحقيقي، لو وصلت لمحاور لمذيع اخبار نشره، يعني من الاعلاميين اللي بينشاف الحال فيهم. اكيد هيدا منه اول عرض لك، بس شو اللي خليك هالمره تقول ايه؟ هل وضع البلد؟ هل ماديا؟ هل يأس لأنه عم تبعك على تويتر حسيتك زعلان 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 على لبنان؟ صحيح مثل ما قلت أول شيء أنه هيدا مش أول عرض، يعني كان بالقبل تجي عروضات، بس أنا ما كنت أخذ قرار أنه بدي فل، لأنه أول شيء أنا كنت مبسوط بالـ LBC وبعدني مبسوط بالـ LBC. نعم. يعني ولا مرة شعرت بالـ LBC أنه أنا والله يعني مش أخذ حقي أو أنا مني موضع يعني اهتمام. بالعكس، يعني إدارة الـ LBC الشيخ بيير الظاهر وكل القيمين على الأخبار كمان هن يعني كانوا داعمين على طول لبسام أبو زيد، ما في نهار وقفوا دعم لبسام أبو زيد، حتى وقت أخذت القرار أنه أنا بدي يعني أترك وروح على محطة تانية كمان كانوا داعمين لإلي وكانوا مرحبين فيي ساعة اللي بدي لحتى ترجع. أنا سمعت هيدا الشيء من الأوساط من جوا أنه أنت روح جرب، وإذا ما حبيت محلك محفوظ بالـ LBC. شو حقيقة هالشيء؟ صح؟ ما فيي أنت ما فيي هيدي شغلة ما بقدر إلا ما يعني أحكي عنها وإلا ما أقول أنه يعني عن جد أنه بشكرهم على كل شيء أنه كانوا في حد. هلا الشغله الاساسيه اللي خلتني انه اخذ هيك قرار، نعم. اول شغله علاقه بالوضع اللبناني، تحديدا الوضع الاقتصادي بلبنان. الوضع الاقتصادي بلبنان ما انا شايفه انه ما في مجال للتحسن، لا بسنه ولا بسنتين ولا بثلاثه ولا باربعه يمكن. واذا بلشنا اليوم التحسن حتى نطلع من الازمه اللي مش اقل من 7 سنين طبعا، ما بعرف قديش بتروح معنا. هيدي اول شغله. الشغله الثانيه كمان على الصعيد السياسي، يعني ماني شايف انه في حدا عنده نيه فعليه او في قدره او في اراده انه يطلعوا البلد من هالازمات اللي نحن فيها. بتصور انه ليش الواحد لحتى يضل حاطط حاله وكانه هو يعني موجود ببلد كله سوا رهينه، خليه يروح يشوف ويجرب بمحلات ثانيه، يجرب فرص ثانيه، بركي هيدي الفرص بتكون يعني مناسبه بحياته، بتعطيه المزيد من التقدم، بتعطيه المزيد من الحياه المريحه. واحد بده يفتش بعدين. تجربة جديدة، منا تجربة مقتصرة على لبنان وعلى الرأي العام اللبناني، هي تجربة يعني عربية أكثر، بلكي على العربي، بتاخذك على كل الدول العربية، بتاخذك على العرب المنتشرين في كل أنحاء العالم، شغلة كثير جديدة. رح أحكي عن النقلة بالضبط بمحطة الحدث يلي هي طبعا رائدة جدا. بسام، نقلتك على دبي لتكون باستديوهات الحدث، هل بيعني انتقال العائلة كلها؟ هل يعني بسام أبو زيد بده يترك لبنان؟
بس هيك قل لي هيدي النقطة، بيظل يمكن اللبنانيين كتير عم بيهاجروا، اللبنانيين اليوم قرروا يفلوا أو عم بيحضروا حالهم ليفلوا. يعني أنا كتير معلق بلبنان، ما بحب أترك لبنان وما بحب فيلم لبنان. بالآخر ظروف كتير صعبة قطعت علي وقطعت على عائلتي وعلى أهلي بهذا البلد، وما تركنا هذا البلد وبقينا بهذا البلد. نعم. هيدي فرصة شغل عم بتصير لي برا بلبنان. هلا طبعا قادر تفل وتترك العائلة بلبنان بسام، يعني كمان اليوم يعني اليوم صرنا مرعوبين نحن انه اوعى يعني صرنا هيك نحن صرنا اذا عشنا بهالبلد انه كتر خيركم. يعني بهاي الفترة عائلتي باقية بلبنان، يمكن ابني الكبير كمان صارت له فرصة عمل بدبي، كمان يمكن يروح على دبي، إذا راح على دبي كمان نشوف ساعتها كيف نتصرف مع باقي أفراد العائلة، بس هلا باقيين بلبنان. نعم نعم. طب قديه تركت ال بي سي بسام بعد 30 سنة؟ يمكن أنت دخلت ال بي سي بعد شي سنتين من افتتاح ال بي سي أو أربعة هيك شيء؟ أنا فتت على ال بي سي بال 89، يعني كان لها أربع سنين ال بي سي بلشت. نعم. ال بي سي امبارح كانت عم تعيد عيدها، كان 23 آب، هي بلشت ب 23 آب 1985. نعم. بقى أنا فتت بال 89 بتشرين اول 89 فتت على ال بي سي وبقيت. ما بعرف شو السؤال كنت بسألك. كنت عم بسألك قد ايه الغصه كبير، يعني اليوم 30 سنه انت بنفس المحل بنفس المحطه، شو اكيد في كثير قصص براسك عم تجول وتبرم. اول شيء ال بي سي يعني كانت مثل بيتي، انا قاعد بال بي سي اكثر ما قاعد ببيتي، قاعد بال بي سي اكثر ما قاعد مع عائلتي ومع اولادي. على الحلوة وعلى المرة مثل ما بيقولوا بهالمؤسسة، ورافقت كل تطوراتها ورافقت كل الصعوبات اللي تعرضت لها، وكان في لذة بالشغل وكان في تحدي بالشغل، لأنه يعني كلنا سوا أنه هيدي المؤسسة ما لازم يصيبها أي نكسة، بالعكس لازم تضل هي ماشية لقدام وهي تكون رائدة بهالمجال الإعلامي بلبنان. بعدها رائدة بسام؟ بعدها رائدة ما تغيرت؟ أكيد بعد رائدة، وكانت كمان رائدة بمجال الإعلام بالعالم العربي. وقت طلعت لل بي سي العالم العربي ما كان في إلا تلفزيونات رسمية، ما كان في تلفزيونات خاصة، كانت لل بي سي يعني هي النموذج اللي كانوا يتمنوه بالعالم العربي لحتى يكونوا مثلها. طبعا الظروف والأمور تغيرت والوضع بلبنان بدل ما يتحسن ويروح لقدام ضرب كل الاقتصاد وضرب بضربه كمان كل وسائل الإعلام. اليوم كل وسائل الإعلام عم بتعاني، ما في ولا وسيلة إعلامية إلا ما عندها مشاكل ناجمة عن الوضع الاقتصادي. بس مخبرني النقلة على الحدث شو، يعني شو موقعك رح يكون بالحدث؟ رايح مذيع أخبار أساسي؟ خبرني يعني على البوزيشن إذا فيني أقول. رايح 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 كمذيع أخبار ينشط الأخبار. نعم. بنشرت أخبار بالحدث، وطبعا يعني هونيك في كتير مجالات لحتى الواحد كمان يعني يتقدم فيها ولحتى يشتغل فيها، من ناحية تقارير يمكن، من ناحية دوكيومنتريز، من ناحية تحقيقات كبيرة، إنه في مجال واسع واحد إنه يقدر يشتغل فيه. هذا الأمر رح يكون مفتوح، بس الوظيفة الأساسية هي مذيع أخبار. بعدك بسام تغريك صناعة الخبر إنك تكون على الأرض بعده هلا، أو بتحس تعبت خلص؟ لك من ناحية جسدية في تعب أكيد، بس يمكن هيدي هي الشغلة الأساسية اللي أنا كصحافي بحب أشتغلها، لأنه بالآخر إنه أنت عم بتكوني بموقع الحدث، عم بتكوني عم تطلعي على كل التفاصيل، عم تطلعي على كل المعلومات، عم تجربي قد ما فيه إنك توصلي للرأي العام الصورة يلي أنت شايفتيها قدامك والمشاهدات يلي أنت شايفتيها. بقى كل هودي الأمور يعني يكونوا أساسيات بالشغل. أنا بحب كثير هذه الشغلة، ومشان هيك يعني بعدني لليوم عم بشتغل كمراسل، يعني أنا ما وقفت هذه الشغلة، بس أكيد على الصعيد الروحة والمجية والتنقلات وشغلة متعبة، صارت متعبة. بسام يعني نحن بنعرف هيك على الأرض، وبنعرف هيك يعني إذا بدك بالمجالس بالأمانات، أنه بسام مثل كتير من الإعلاميين اللبنانيين عنده بلكي شوية علاقات سياسية بطبيعة شغلك، هذا شيء طبيعي يعني منه اتهام ولا عيب، ولكن آخر فترة حسيتك وكأنك نائم على كل الأحزاب، نائم على كل السياسيين، بلكي أكتر مرة بحياتي بشوفك هالقد مع لبنان. خبرني عن هيدا الشيء، يعني في خسارة وفي ربح ولا قالي بالطاولة وخلص؟
لكن خليني أقول لك أنه ماني شايف أنه الناس اللي عم بيديروا البلد أنه هني قادرين أنه يخلصوا هذا البلد. الناس اللي عم بتدير البلد ما بتهمهم أنا أنه والله هني كلهم فاشلين أو أنه هني كلهم يعني مش طالع من أمره شيء، ولكن الصراعات القائمة بيناتهم و طريقة التعاطي بيناتهم وطريقة يعني التنافس على المواقع وعلى المراكز والعقلية والذهنية اللي بعدها هي ذاتها عم بيعالجوا فيها أوضاع البلد ما رح توصلنا لمحل، يعني بدل ما تاخذنا لقدام بالعكس عم تاخذنا لورا، وأنا عم شوف إنه كل يوم نحن عم نرجع لورا كل يوم. ما حدا يجي يقول لي هلا انه انتم الاعلاميين بتعملوا صوره سوداويه او انتم الاعلاميين لا نحن مريت الواقع بالنهايه أو وسائل الإعلام هي اللي خير بلد، مش صحيح هذا الكلام، هذا الكلام مش صحيح، يعني خلص بقى ما بقى حدا يحمل التهمة ويكبها بمحلات تانية. اليوم هل وسائل الإعلام هي مسؤولة عن الأزمة السياسية اللي عم يشهدها البلد؟ هل وسائل الإعلام هي المسؤولة عن الخلافات بين السياسيين على المقاعد والكراسي وعلى الـ على الـ على الـ على الحصص الوزارية؟ هل وسائل الإعلام هي المسؤولة عن الخلاف من بده يجيبوا رئيس حكومة؟ هل وسائل الإعلام هي المسؤولة إنه ما في كهرباء بالبلد؟ هل وسائل الإعلام هي اللي حطت نترات الأمونيوم بالمرفق ويلي من سنة من من من, من 21 تشرين الثاني من ساعة 2013 من ساعة دخولها إلى المرفأ كان في كتير عالم معهم خبر بخطورة هذه المواد يلي دخلت على متن هذه البخرة. طيب إنه هيدي وسائل الإعلام كلها مسؤولة عن شو مسؤولة وسائل الإعلام؟ هل وسائل الإعلام مسؤولة إنه لبنان نزع علاقاته بالدول العربية وبالدول ومع المجتمع الدولي؟ عن شو مسؤولة وسائل الإعلام؟ وسائل الإعلام عم تنقل لكم تصريحاتكم، عم تنقل لكم مواقفكم، عم تنقل كلامكم، ما عم تخلي شيء، ما عم بتقولوا إلا ما عم تنقل لكم إياه، بعدين تجوا بتقولوا بنحمل الإعلام المسؤولية، أنتم المسؤولين، ما حدا غيرهم هن المسؤولين. بس عم فجرت بيروت؟ فجرت بيروت؟ كيف يعني فجرت بيروت؟ يعني فجروها قصد أو خطأ؟ شو ما هو الإهمال أنا بسميه إرهاب نفس الشيء. قلت على تويتر شفتك قلت الإهمال كمان إرهاب، ولكن سؤالي محدد، فجرت بيروت ولا اللي صار خطأ؟ في تحقيقات عم بتصير، خلينا نشوف التحقيقات. أنت شو بتقول؟ ما أنا بدي تحليلك. أنا حسب المعلومات اللي عندي إنه 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 إنه, إنه الحادث صار بالصدفة. الحادث صار بالصدفة. نعم. أنا ما عندي مش فارقة معي كيف صار الحادث. كيف صار؟ مهم صار. بالصدفة متعمد غير متعمد مش فارقة معي كيف صار الحادث. أنا اللي فارقة معي إنه كان فيها الكمية الضخمة من نترات الأمونيوم اللي موجودة بالمرفأ ويلي في كتير ناس ومسؤولين وكبار وصغار كانوا عارفين إنه موجودة وعارفين بخطورتها، وحتى في ناس يعني انبعت لهم إنه ليكوا شو عمل الانفجار اللي صار بتكساس سنة 1947 بعتقد جراء نترات الأمونيوم، ليكوا شو عمل وانبعت لهم، وبسنة 2014 هيدي انبعتت وكتار طلعوا عليها وما حدا تحرك وما حدا قال مرحبا. طب شو يعني بيجوا بيحكوا عن الإعلام؟ أنا بس يعني شو توقعت من ال هيدي أول مرة نعم بوصل لحال وبحس إنه يعني هيك عن جد انه مثل في حائط مسدود، لانه ما في اراده او ما في قدره عند هودي الناس لحتى يقدروا يخلصوا البلد. طب بسام يعني اذا بدك الدول الاجنبيه يلي صارت هيك محاوطه لبنان شو بتقول؟ يعني كمان مصالح كلها مشتركه على ظهر لبنان؟ لكن سري انت بتعرفي انه الدول الاجنبيه قبل ما يصير هذا الانفجار كانت عم تيجي بتقول لنا روحوا اعملوا اصلاحات لحتى نحن نساعدكم، لانه نحن ما راح بعدكم بلا اصلاحات. نعم انقطع الاتصال مع بسام، راح نحاول رجع بسام. يلا بسام ايه كمل يا بسام كمل. هيدي الدول كانت طالبه منا انه نعمل اصلاحات. نعم. حتى تساعدنا، يعني تعرفي انه المسؤولين اللبنانيين واكثر من مره يعضون بالاصلاحات وما ينفذوا الاصلاحات. بس وقت صارت هيدي الكارثه طبعا هيدي الدول ما فيها تترك لبنان، في كارثه ضربت 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 جزء كبير كارثه انسانيه، في جريمه يعني كارثه انسانيه، يعني كارثه كثير كبيره. نعم. هيدي الكارثه هي اللي حركت الدول دفعتهم انه يجوا لحتى يساعدونا. هلا لو 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 عندنا لو عندنا هيك نظره او لو عندنا مثل ما بيقولوا يعني نيه كنا هذا الاهتمام العالمي بنيجي بنقول يا خيي طالما هلا انتم مهتمين فينا يلا نستغله لمصلحتنا
قديش نحن رح نهتم ببلدنا. استقالت الحكومه، يلا خلينا نشكل حكومه على السريع. بس كلنا نشكل حكومه على السريع. قلت ما في حكومه وحكومه ما في، هيك قلت قريبا يعني. بعدك مصر؟ بعدني مصر انه ما في حكومه، لانه مختلفين مين بده يجي رئيس حكومه، ومختلفين اي وزارات بده. بس بسام سؤال، انا كمواطنه بفهم بالسياسه 1%، انا كمواطنه بفهم بالسياسه هيك سطحيا، هن مين قال لهم انه نحن بدنا حدا منهم يجي يرجع؟ هن ليه ما عم يفهموا انه نحن كل هالطبقه ما بدنا اياها، كل هالاحزاب ما بدنا اياها؟ يعني مين ممكن يخلصنا؟ يعني حدا يقول لي بس بليز. لك خلينا نحن كمان اليوم نكون واقعيين. نعم. يعني ما فينا نيجي نقول انه نحن هيك ما بدنا احزاب، ونحن ما بدنا كل العالم، انه بالاخر الاحزاب عندهم الناس لاحقينهم، والسياسيين والزعماء عندهم الناس لاحقينهم. ما فيك تيجي تقولي انا ما بدي كل العالم، او انا ما بدي كل الناس. اول شيء انا بدي انه الراي العام اللبناني يتغير، الراي العام اللبناني يفهم، يشوف وين الغلط ويشوف وين الصح. نعم. يشوف مين بالفعل يعني عنده النية لمساعدة هذا البلد، ومين بالفعل عنده النية لخراب هذا البلد. طيب الناس أول شيء لازم تتغير، الناس أول شيء لازم تطلع من بعض الذهنيات، تطلع من بعض إنه هيدا زفت لي بروح بنتخبه، إنه هيدا راح زارني أنا بالمستشفى بروح بنتخبه، إنه هيدا راح عزاني بروح بنتخبه. ما بقى يقبلوا ينشروا ب 100 دولار يعني، سوري. هيدا بالعرس راح هناني بروح بنتخبه، هيدي بدنا نطلع منهم، هودي بدنا 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 نوقفهم بقى. الشغلة كمان يلي لازم يعني نحن كمان نحكي عنها، إنه كمان هيدي الأحزاب وهودي الزعماء لازم يغيروا الذهنية تبعهم. خلص من 30 سنة لليوم وانتم عم تتعاطوا بنفس الذهنية مع الناس، وشفنا وين وصلنا من 30 سنة لليوم. الناس عم تترحم على ايام الحرب. ايه عن جد عم على ايام الحرب. بسام عم تسمعني؟ ايه عم بسمعني. ايه بسام، شو توقعت من رئيس الجمهورية؟ شو توقعت من هالطبقة؟ ما حدا نزل على الارض، ما حدا تجرأ ينزل بلكي على الارض. توقعت تنحي، توقعت استقالات غير استقالة الحكومة يعني؟ لا ما توقعت لتنحي ولا توقعت استقالات. يعني ما في حدا بيوصل على مركز بالسلطة وهيك بيفل منه بسهولة. في انه اوكي استقالة رؤساء حكومات، رئيس سعد الحريري استقال، كان في ضغط الشارع استقال، والرئيس حسان دياب كمان بعد قصة الانفجار استقال. مش مهم، انا مش هذا يعني انه والله واحد فل شوف مين بده يجي محله، يمكن نعم. اللي يجي محله يكون أسوأ من اللي من اللي من اللي, من اللي هو موجود. المهم هل هناك ذهنية تغيرت؟ هل هناك طريقة تعاطي تغيرت؟ أنا لليوم ماني شايف إنه في شيء تغير، لا بل بالعكس في إمعان باستخدام الطرق السابقة بإدارة البلاد، وهذا الأمر لن يؤدي بلبنان إلى أي مكان جيد. بالعكس ياخذنا نحو السيء والأسوأ. يا عمي غيروا الذهنية اللي عم تتعاطوا فيها اليوم، مش مقبول بقى تشكيل حكومة مثل ما عم نحاول نشكلها حاليا، غير مقبول. يعني بسام، وإذا هيدي المصيبة ما جمعت اللبنانيين، ما وحدتنا، لأنه بعدنا اليوم عم نحكي سني وشيعي ومسيحي، يعني بعده البلد مقسم ليوم التقسيم، إذا هيك مصيبة ما جمعتنا شو رح يجمعنا؟ يعني أكبر من هيك شو ممكن يكون في بعد؟ ليش لازم يجمعنا؟ لازم يجمعنا إذا كنا بالفعل بنحب هذا البلد، لازم يجمعنا هذا البلد، لازم يجمعنا نقول إنه هذا البلد بدنا نخلصه، إنه هذا البلد ما بدنا نضل يعني نفكر إنه بس في ناس بتحب الزعيم أكثر من البلد، ما عندك شك؟ تخيل. لا ما عندي شك أبداً، ما عندي شك، بتحب الزعيم أكثر من حاله. مش يعني الله على الأرض، هو يعني بس هو يقول شو بده، وهن بيكونوا شو، يمكن شوفيرية ما بيشغلهم عنده، يعني عرفت؟ ما هيدا المشكل، نحن بنحب الذل. بس انت تخيلي انه عمك بهالبلد اول شيء مثلا كيف بدك تضلي بشغلك؟ كيف بدك تضلي تقبضي معاش؟ كيف بدك تعيش؟ بدك تاكل وتشرب؟ اذا عندك مصاري بالبنك كيف بدك توصلي عليهم؟ واذا انت على الطريق ما تخافي من شيء انفجار، او ما تخافي من شيء مشكل امني او حادث امني، لانه اليوم يعني شفنا امبارح ببلده كفتون ثلاث شباب يعني قتلوا هيك بدم بارد، ومنشوف كل يوم بصير اشكال بهالضيعه وبهديك الضيعه. في محاولات لهيك خلق، يعني بلكي ما بعرف، محاوله حرب اهليه جديده، في محاولات هيك. بدي بلش اختم انا وياك بسام، شو رايك؟ ما بعتقد مش من مصلحه حدا. بس هيدي الاحداث موجوده دائما بلبنان. ليش موجوده دائما بلبنان؟ لانه ما في دوله، لانه ما في اداره للدوله، لانه ما في سلطه، لانه ما في قرار، لانه ما في راس لهالبلد بكل بساطه. ما في شيء. في عندنا اوكي هيكل موجود،
نعرف انه هذا الهيكل موجود، بس هذا الهيكل شو عنا عازي؟ بتعرف شو عنا يا بسام؟ بتعرف شو عنا؟ عنا شويه قديسين مهديين لبنان. انا ما بقى انا اليوم هيك كانت مقدمتي، عنا شويه قديسين مهديين لبنان ماشي تاني. ان شاء الله ما يهاجروا. ما تاخذهم معك. بسام ابو زيد بدي اتمنى لك كل الخير، بتستاهل يعني. زعلانه ومبسوطه لك كثير، الله يوفقك. انت من الناس يلي تعلمنا منهم، يلي بنشوف حالنا فيهم، يلي اجمل وجه اعلامي عن لبنان. موفق يا رب بالحدث. مرسي نسرين، مرسي. شكرا بسام ابو زيد.